متابعي كرة القدم، نقدم لكم اليوم توقيت وموعد مباراة طنطا والإنتاج الحربي التي تقام بالجولة 31 من الدوري المصري اليوم السبت 7 أبريل 2018. كما نقدم لكم القناة الناقلة للمباراة بالتفصيل. يدخل فريق طنطا هذه الجولة وهو يحتل المركز 16 برصيد 26 نقطة، كما يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز 7 برصيد 40 نقطة. وتقام مباراة طنطا والإنتاج الحربي اليوم السبت 7 أبريل 2018 في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والخامسة بتوقيت الإمارات، والرابعة بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والواحدة بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تذاع المباراة بث مباشر عبر قناة النيل الرياضة وقناة اون سبورت اتش دي وقناة دي ام سي سبورت اتش دي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.